باستخدام أعواد الكبريت يحول يوسف محمد طالب كلية طب الأسنان آلاف العيدان إلى أعمال فنية مثل مركب شراعي أو آلة موسيقية. نتابع. وانا المفروض انا بحب الرسم جدا، كنت عايز اعمل ديزاينات بالرسم اكتر من ان انا ارسم حاجه او ارسم بورتريه لحد. كنت عايز انا اعمل تحف بقى، يعني حاجه تتحط كشكل جمالي. فكرت ان انا استخدم الكبريت السكس بتاعت الكبريت ان انا اعمل ده. يعني بدات في الاول بالشمع عشان خاطر امسك العيدان الكبريت مع بعضها يعني، بس بعد كده لقيت ان الموضوع مش مجدي، اصل الشمع بيكلكع يعني في الحاجه. فانا قررت ان انا اغيرها بغيرها، بس الغيره محتاجه وقت عشان تنشف. فكان بقى الفكره في الديزاين، ان انت تعمل ديزاين تقسم بيه البروجكت بتاعك عشان تقدر تلزق الكبريت في بعض، ويبقى بارت صغيره تعمل بارت كبير شويه، وبعد كده تفضل تبنيهم حته حته لحد ما تعمل المجسم اللي انت عايزه. وكانت اول المجسمات التي صنعها يوسف هي مركب صغير له شراع. نوعا ما كانتش جماليه قوي يعني، بس كانت فيها الفكر يعني، وفيها في مجهود، واتعلمت فيها تكنيكس يعني انا بشتغل بيها. تاني حاجه عملتها كانت الكوبري، قعدت فيه حوالي شهر ونص اشتغل فيه. بعديها على طول البيانو، وده قعد برده حوالي شهر ونص، بشتغل ساعتين في اليوم متواصلين عشان اعرف اعمل الكيرفز اللي فيه، يعني هو فيه كيرفات كتير. بعد كده بدات ان انا اشتغل على السفينه، وكان معاها بالتوازي الجيتار. السفينه قعدت وقت طويل جدا عشان السبورت اللي بيبقى جواها عشان اخليها قويه، والجيتار كان فيه الكيرفات كتير، وكان فيه الدوريه اللي في النص دي هي اللي خدت مني المجهود والوقت الكبير يعني. تقريبا عملت الجيتار من اوله لاخره في شهر، اما المركب قعدت مثلا شهرين ونص ولا حاجه. وبجانب المجسمات الكبيره التي تحتاج للالاف من عيدان الكبريت، يصمم يوسف اعمالا فنيه صغيره الحجم بعيدان اقل وخلال وقت اقصر، كفنجان القهوه والميداليات. عملت ميداليات صغيره وساعدتني بقى فيها شويه يعني خيط وكده الوان، وعملت طفيره كده وعملت حلقه ليها، ودي كانت ميداليه وينفع يكتب عليها اسم حرف بالوش والظهر. فدي ما بتاخدش مني وقت، بتاخد مني مثلا ساعه بالكتير قوي ان انا اعمل البرودكت ده كله على بعض، ولما ينشف بياخد ساعتين ولا حاجه، ولما بدهنه ياخد نص ساعه دهان. فالموضوع كله ما ياخدش مني 4 ساعات في اليوم. اما عن صلابه المجسم فيعتمد على قوه التصميم واستخدام احجام مختلفه من العيدان الخشبيه. فن الكبريت ممكن تستخدمه كديكور، ممكن تستخدمه كتحف، ممكن نستخدمه كمان يعني نعمل فوانيس رمضان منه، وممكن كمان ان انا استخدمه ميداليات وحاجات ممكن تتشال، حاجات صغيره جدا. ويعمل حاليا فنان الكبريت على اعاده تدوير العيدان المستهلكه ليشكل بها مجسمات فنيه مختلفه، كما يحلم بتعليم ونشر هذا الفن الفريد. انا هدفي في المرحله اللي جايه ان انا اطور الفن ده، ويكون حاجة أنا أعمل حاجة جديدة. هو الفكرة كلها في الديزاين، يعني أنت لو عملت الديزاين يكون قوي، هو ده الإيديت اللي أنت بتعمله على الفن ده. وإن أنا أعلم بقى الناس الفن بتاعي عشان خاطر ألاقي ناس زيي، يعني مش لازم أكون أنا لوحدي كده، ودي رسالتي في الحياة يعني.